في ظل ما يشهده العالم من تداعيات اقتصاديه لجائحه كورونا وموجة التضخم في اسعار عدد من السلع بسبب بسبب ارتفاع اسعار الاستيراد، اكدت وزاره الصناعه والتجاره والسياحه اتخاذها عدد من الخطوات الاستباقيه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. هذا وتعتمد مملكه البحرين على العمل بنظام الاقتصاد الحر، ما جعلها وجهه استثماريه مميزه. خاصة وأن المملكة تعمل وبشكل مستمر على حماية الاقتصاد المحلي وتمكينه من الحفاظ على أدائه. من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تشديد المراقبة على السوق وإيقاف كل زيادة على أسعار السلع غير المبررة لتكون في متناول الجميع. قامت الوزاره بعدد من الاجراءات التي تعمل على تثبيت الاسعار في الاسواق البحرينيه الوزاره اتخذت هذا الموضوع يعني باهتمام كلش جدا عالي فاول ما صار ارتفاع للضريبه المضافه تعدلت نسبتها وردتنا شكاوى عديده ومن مصادر متعدده يعني من الجهاز الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل عبر البريد الالكتروني للاداره عبر الاتصالات عبر الواتساب من هواتفنا عدد يعني كم هائل من الشكاوي على الارتفاع غير المبرر بالنسبه الى الناس انه لماذا تم ربط يعني الارتفاع لنسبه الضريبه المضافه مع بعض المواد الغذائيه الغير مشموله بهذه الزياده. فتم طبعا اتخاذ الخطوات السريعه يعني سخرنا طاقم التفتيش انه ينزلون للمحلات اللي وردت بشانها الشكاوي. كنا نسال اصحاب المحال شنو الاسباب اللي دعت الى ارتفاع هذه الزياده لما نشوف انه ما في مبرر يعني بعضهم حتى عندهم ستوك قديم وقاعدين يستخدمونه نفسه يعني ما تاثر حتى بالاسعار الجديده او بارتفاع الضرائب كنا ناخذ اجراءات حازمه وهي القلق الاداري برامج ومبادرات خطط استراتيجية وفنية تعمل على تنفيذها وزاره الصناعه والتجاره والسياحه وفق توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدراسه الاوضاع العالميه والعمل على مجابهتها بافضل السبل من ابرزها استقطاب المزيد من الاستثمارات لايجاد التنوع في الاسواق المحليه المبادرات اللي موجوده تخلي ان يعني احنا كوزاره ان نطالع المستقبل بحيث انه يصير في عمليه زياده استقطاب للاستثمارات زياده الصناعات في مملكه البحرين بلا شك لما احنا نكون عندنا صنع يعني صناعات محليه اكيد هي ما راح تتاثر بمسائل اخرى خارجيه مثل الشحن وغيرها من او الضرائب فممكن تكون اسعارها احسن مع هذا طبعا بالتوازي مع الرقابه، الرقابه لها جانب دور كبير يعني في تعزيز استقرار الاسعار، لان لما تكون في اسعار غير مبرره او انتهاز لظروف استثنائيه اللي احنا استندنا عليها في قانون حمايه المستهلك، لما يكون في رقابه طبعا راح تكون رادع ان تكون الزياده معقوله لاسباب. اما زياده غير معقوله وفي ظروف استثنائيه هذه اللي راح تتوقف وهذه من الخطوات اللي احنا دائما نعمل عليها. الى ذلك فان قسم التفتيش بالوزاره يكثف في الوقت الحالي زياراته الميدانيه التي يقوم بها للموردين الاساسيين والتعرف على اسعار السلع التي زاد سعرها في المصدر الاساسي لتطبيق القانون على كل من يقوم برفع اسعارها دون مبرر. مجموعة من البرامج لاستقطاب المزيد من الاستثمارات تعمل عليها الوزارة ليكون هناك توافر وتنوع لمواجهة أي زيادة متوقعة على بعض السلع الغذائية الأساسية من خلال التعاون مع أقسامها المختلفة خولة لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين